يعني هناك الكثير من الدلائل التي تشير إلى الفاعل. أولا، من هو المستفيد؟ المستفيد فعلا الولايات المتحدة التي أعلنت وبصراحة منذ ما قبل بدء العملية الروسية أنها تسعى إلى وقف خط السيل الشمالي الواحد واثنين. ثانيا، أن رئيس وزراء البريطاني أعلن أنه يجب أن يتوقف هذا الخط. وزيرة خارجية بريطانيا سابقا أيضا أعلنت يجب أن يتوقف هذا الخط. وهكذا إذا استعرضنا كل تصريحات المسؤولين الأوروبيين الذين يسعون إلى وقف علاقة روسيا بالدول الأوروبية من خلال الغاز الرخيص من أجل بيع الغاز الغالي الآتي من الولايات المتحدة أو عبر الولايات المتحدة. نعم. ثانيا، هي صدفة أن يتفجر هذا الأنبوب أو خط السيل هذا الذي يمر الغاز في نفس اليوم الذي افتتح فيه خط آخر يبدأ من النرويج وصولا إلى بولونيا وإلى أوروبا؟ أعتقد أنها ليست صدفة هذه. بالإضافة، روسيا هي المتضرر من تفجير هذا الأنبوب، وبالتالي إذا الأصابع واضحة وتتوجه أو ممكن الاتهام بشكل واضح تماما للأنجلوساكسونية، يعني البريطاني والأمريكي هم الذين يسعون دائما إلى قطع العلاقة بين أوروبا وروسيا، وهم الذين يسعون كما تعرفون إلى تدمير كل ما هو له بالعلاقة بالحضارة وبالقيم وبالأخلاق وما إلى ذلك. دكتور مسلم، في تطور دلوقتي هعرضه وحضرتك موجود. وزير خارجية بولندا السابق راديك سيكوريسكي بيشكر الولايات المتحدة على تفجير خط الأنابيب وحط الصورة على صفحته على تويتر. كتب كده وزير خارجية البولندي السابق. يعني هذه وقاحة تزداد يوما بعد يوم بسلوك كل الغرب دون استثناء باستعمال هذا المسرح الكبير في بولندا وأيضا في أوكرانيا. بولونيا هي الأكثر مندفعة من أجل الخوض في صراع أو في صدام مع روسيا، لأنها مدعومة كما هي تتوقع من الولايات المتحدة وبريطانيا، وبريطانيا تسعى جاهدة لإقامة حلف يضم دول البلطيق بزعامة بولونيا وأوكرانيا للوصول ما بين بحر البلطيق وبحر الأسود. إذن هم يفكرون ليس في ضرب مصالح أوروبا وهم فعلوا ذلك، وأيضا ضرب مصالح روسيا عبر هذا الحلف، لكن أعتقد أحلامهم ستتناقض والوقائع التي ستأتي قريبا والتي هي حتى الآن ليست في صالحهم. البي بي سي من البي بي سي دكتور مسلم في 8 فبراير الماضي نشرت خبرا وتصريح منسوب للرئيس الأمريكي جو بايدن. بي بي سي: بايدن يهدد بإغلاق نورد ستريم 2 إذا غزت روسيا أوكرانيا. ده يوم 8 فبراير 2022. هل أوفى بايدن بوعده؟ نعم، أوفى بوعده، وهو قال ذلك بحضور رئيس الوزراء الألماني شولتز، ولم يستطع شولتز التحدث أبدا أو الرد على ذلك، وهو يعرف أن المصالح التي تتضرر هي المصالح الألمانية. إذن هذا هدف استراتيجي للولايات المتحدة لوقف خط السير الشمالي الواحد أو اثنين. وحكما أنتم تابعتم